thank you شيئان متلازمان دائما يظهر أحدهما ليغيب الآخر وظاهرتان متجددتان في كرتنا الأرضية تحدثان في كل يوم فكان لهما نصيب من هذه الأسماء الثنائية حيث أطلق عليهما اسم الجديدان فهل عرفتم مشاهدينا ما هما الجديدان؟ <applause> سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحبة المشاهدين الكرام الجديدان هذا هو الاسم المثنى لموضوع حديثنا في هذه الحلقه وهو احد الاسماء التي اطلقت على شيئين متلازمين ومتعاقبين في كل يوم الا وهما الليل والنهار حيث يعرفان معا بالجديدين وقد جاء ذكرهما بهذا اللفظ في بيت للخنساء تقول فيه ان الجديدين مع طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. الى ذلك فان ظاهرتي الليل والنهار مشاهدين من الظواهر العظيمه التي ابدعها الخالق جل وعلا ولهذا حظيت بالكثير من الاهتمام سواء من الناحيه الشرعيه او العلميه او حتى اللغويه فلا يقف نصيب الليل والنهار عند هذه الاسماء الثنائيه عند اسم الجديدين والذي هو أشهرها بل نجد أن لليل والنهار عدد آخر من الأسماء الثنائية الأخرى التي يعرفان بها ومن بينها الأجدان الأهرمان الحارسان الطريدان وغيرها <applause> ذكر المولى عز وجل الليل والنهار في آيات كثيرة من القرآن الكريم وكان من الأشياء التي أقسم الله بها جل وعلا في كتابه وقد جاء ذكر كلمة الليل مشاهدين في القرآن بشكل أكبر من كلمة النهار، فقد وردت 92 مرة فيما وردت كلمة النهار 57 مرة وبالتوقف أعزائي المشاهدين عند الآيات الكريمة التي جاء فيها ذكر الليل والنهار مجتمعين أو منفصلين تتجلى واضحة جلية العديد من الحقائق العلمية حول تعاقب الليل والنهار والتي لم يتمكن الإنسان من معرفتها والتأكد منها إلا قبل سنوات قليلة بعد التقدم العلمي واختراع الأقمار الصناعية ومن بين هذه الحقائق على سبيل المثال قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وتدل الآية على تعاقب الليل والنهار، لكن كلمة يكور تعني بوضوح دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل بشكل دائري يشبه الكرة، ومع تقدم العلم تم اكتشاف هذا الأمر، وإثبات أن منطقة التداخل بين الليل والنهار ليست مستقيمة وإنما دائرية، وهذا يعود إلى كروية الأرض. كذلك مشاهدين يتحدث العلماء عن الكثير من الفوائد لتعاقب الليل والنهار، من حيث استقرار درجات الحرارة على الأرض لتبقى مناسبة للحياة، كما أن حدوث الليل والنهار ضروري لنمو النباتات وغير ذلك من فوائد وخدمات مجانية لا تحصى، وهذا مصداق قوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فكلمةُ سَخَّر تعني تكليفه بالعمل بدون أجر. بالاضافه الى هذا وذاك وجد ان سمك طبقه النهار رقيقه جدا واشبه ما تكون بطبقه الجلد وان النهار ينسلخ انسلاخا عن الليل نتيجه لدوران الارض تماما كما يسلخ الجلد من الذبيحه وهو ما اشارت اليه الايه وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون كذلك في قوله تعالى اتاها امرنا ليلا او نهارا حقيقه علميه اخرى حيث ذكرت الايه ان العذاب ياتي ليلا او نهارا مع انه ينزل في وقت واحد وفي هذا إشارة إلى أن النهار يكون في نصف الكرة الأرضية المقابل للشمس بينما يكون الليل في نصفها الآخر وبذلك فإذا نزل العذاب على الأرض يكون نهارا في نصفها بينما يكون ليلا في النصف الآخر وغير ذلك مشاهدين الكرام من الآيات القرآنية وكلها شواهد ودلائل معاصرة على صدق كتاب الله وإعجازه. من بين الايات القرانيه العظيمه التي اخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحث المسلمين على التفكر فيها الايه 190 من سوره ال عمران والتي جاء فيها ذكر اختلاف الليل والنهار حيث يقول تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب. حيث روي ان ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله عنها سئلت عن اعجب شيء راته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني اتعبد لربي فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجرة ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وبالعوده الى هذه الايه الكريمه مشاهدين وفي جزء بسيط من اسرارها التي تدعو الى التفكر حقا نجد انها تحدثت عن ظاهره مهمه كشفها العلم وهي الاختلاف الكبير بين منطقه الليل ومنطقه النهار على سطح الارض خلال اليوم الواحد حيث ان هذا الاختلاف نعمه من نعم الخالق تبارك وتعالى لانه يضمن استمرار الحياه على سطح الارض ويترتب عليه اختلاف في درجات الحراره اختلاف في كميات الاشعه الساقطه واختلاف في تاثير القمر من حيث المد والجزر واختلاف في أساليب الحياة للكائنات الحية وبالأخص النباتات واختلافات أخرى لا تحصى والتي لولاها لا تستمر الحياة على الأرض بل تكون مستحيلة كما هو الأمر في الكواكب الأخرى في المجموعات الشمسية استطاع العرب مشاهدين الكرام منذ قديم الزمان تقسيم الليل والنهار إلى 12 ساعة لكل منهما وبذلك يصبح مجموع ساعات اليوم ليلا ونهارا اربعه وعشرين ساعه لكن هذه التقسيمات لم تكن تعطى ارقاما كما هو الحال اليوم بل كانت الدقه في تحديد اوقات وساعات الليل والنهار لدى العرب منضبطه باربعه وعشرين لفظا وكلمه تمثل كل واحده منها اسما مناسبا لكل ساعه من الليل والنهار اوردها الثعالبي في كتابه فقه اللغه فمن روائع اللغة العربية أن العرب استطاعوا من خلالها إعطاء أسماء مختلفة لكل ساعة من الليل والنهار، فالشروق هي أول ساعة من النهار وقت بزوغ الشمس تماما، تليها البكور ومن ثم الغدوة وبعدها الضحى حين بروز الشمس، لتأتي بعدها الهاجر والظهير والرواح والعصر وصولا إلى الأصيل فالعشي والغروب. لتبدأ بعدها ساعات الليل والتي تبدأ من ساعة الشفق وتليها الغسق ومن ثم العتمة وصولا إلى آخر ساعات الليل وهي السحر والفجر والصبح كما ونجد مشاهدين الكثير من هذه التسميات مذكورة في القرآن الكريم بل وسميت بها بعض السور كالفجر والضحى ومن بين اهم تلك التسميات لساعات الليل والنهار المذكوره في القران الغروب والعشي والغسق والغدو وكذلك الشفق الذي اقسم به المولى عز وجل والسحر الذي جاء ذكره في اكثر من ايه والمقصود به هو الثلث الاخير من الليل وهو من خير الاوقات التي تستحب فيها العباده والدعاء والذكر والاستغفار خلق الله الكون احبه المشاهدين وفق نظام محدد وجعل كل ما فيه متماشيا مع هذا النظام حيث يتجلى الضوء نهارا ويخيم الظلام ليلا وقد قرن تبارك وتعالى في اكثر من ايه قرانيه بين الليل والسكون ومنها قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه واما من حيث ارتباط ذلك بصحه الانسان توصلت دراسه علميه حديثه الى ان النوم الجيد ليلا من اهم الوسائل التي تقي من الامراض والتي تعزز جهاز المناعه عن طريق جعل خلايا الدم البيضاء اكثر قدره وكفاءه في حين ان البقاء مستيقظين ليلا تجعل اجزاء من الجهاز المناعي بطيئه كما اشارت الابحاث كذلك الى ان الاشخاص الذين يعانون من صعوبه في النوم ينتهي بهم الامر الى ضعف جهاز المناعه ويكونون اكثر عرضه للاصابه بالاكتئاب المزمن وغيره من الامراض كذلك مشاهدين فان الاشخاص الذين يقومون بقلب نظام حياتهم بانفسهم من خلال الاستيقاظ ليلا والنوم نهارا وجد ان هذه العاده تؤثر سلبا على الجسم وجميع اجهزته لان النوم خلال الليل يختلف تماما عنه اثناء النهار فخلال النوم ليلا تقوم اعضاء الجسم بالحصول على كل ما تحتاجه من الراحه والاسترخاء كما يفرز الجسم العديد من الهرمونات التي لها وظائف مختلفه ومن بينها الميلاتونين وهو المسؤول عن الحيويه والنشاط وحيث ان هذا الهرمون لا يفرز الا عند النوم ليلا فان النوم اثناء النهار يحرم الجسم منه فنصحوا مفتقدين للنشاط والحيويه بالاضافه الى سلبيات اخرى صحيه ونفسيه سطر سلف الامه الصالح الكثير من الماثر والاقوال الخالده في عنايتهم واعتنائهم بقيام الليل وعباده الله تعالى فيه. وفيما ياتي مشاهدين غيض من فيض ما قيل ويقال في ذلك فقد روي ان ابن مسعود رضي الله عنه اذا هدات العيون قام فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. كذلك سئل الحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره كذلك روي أن التابعي الجليل سعيد بن المسيب صلى الفجر خمسين سنة بوضوء العشاء وكذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله اذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي واذا طلعت حزنت لدخول الناس علي كما كان يقول من اخلاق الانبياء والاصفياء الاخيار الطاهره قلوبهم ثلاثه خلائق الحلم والانابه وحظ من قيام الليل كذلك روي ان احد الصالحين ويدعى عمرو بن عتبه كان يخرج للغزو في سبيل الله فاذا جاء الليل قام يناجي ربه ويبكي بين يديه لذلك كان أهل الجيش الذين يخرج معهم لا يكلفون أحدا من الجيش بالحراسة ليلا لأنه قد كفاهم ذلك بصلاته طوال الليل. وذات ليلة وبينما كان عمرو يصلي من الليل والجيش نائم إذ سمعوا زئير أسد فهربوا وبقي عمرو في مكانه يصلي وما قطع صلاته ولا التفت فيها. فلما انصرف الأسد ذاهبا عنهم رجعوا وقالوا له أما خفت وأنت تصلي؟ فقال اني لاستحي من الله ان اخاف شيئا سواه ونختم هنا بمقوله تقول اقبال الليل عند المحبين كقميص يوسف في اجفان يعقوب وختاما مشاهدينا استاثر الجديدان وخاصه الليل بالذكر في كثير من الامثال العربيه التي جرت على الالسن ودعونا نختم هنا مشاهدي الكرام بذكر بعض ما جاء من هذه الامثال ومنها المثل القائل اتخذ الليل جملا ويضرب لمن يعمل العمل بالليل من قراءه او صلاه او غيرهما وكذلك المثل ان الليل طويل وانت مقمر ويضرب هذا المثل عند الامر بالصبر والتاني في طلب الحاجه يضاف اليهما المثل الذي يتردد كثيرا اخبط من حاطب ليل ذلك لأن الذي يحتطب ليلا لا يدري ما يجمع فيجمع كل شيء مما يحتاج ومما لا يحتاج إليه هذا بالإضافة مشاهدين إلى أمثال أخرى مثل كلام الليل يمحوه النهار الليل أخفى والنهار أفضح أمر نهار قضي ليلا وكذلك مقولة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما والتي جرت مجرى الأمثال